بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم قهوة الصباح، حلقة إن شاء الله تكون متجددة من خلال مواضيعها وأيضا فقراتها الصباحية. حلقتنا اليوم كالعادة كل يوم الثلاثاء عندنا فقرة صباحية تخص الجاليات المقيمة، إن كان من المواطنين يعني الجاليات عربية أو جاليات أجنبية على هذه الأرض الحبيبة. الهدف من هذه الفقرة ممكن قلنا لكم في الأسابيع الماضية هو التعرف على عادات وتقاليد كل مجتمع على حدة، وخاصة في الأجواء الصباحية وبالذات الإفطار. فاليوم يعني فطورنا أو قهوتنا بتكون بنكهة مغربية، يعني بنهدر شوي مغربي، وفي نفس الوقت إن شاء الله بنتعرف كذلك على العادات والتقاليد في المغرب وأيضا أبرز المواقع السياحية في المغرب الشقيق. أيضا من حلقة اليوم أيضا في تسليط الضوء على الأنشطة الشبابية وبالذات المعارض، بيكون عندنا معرض خاص بالزهور بنتعرف على تفاصيله، كذلك بيكون عندنا فقرة أخرى في برنامجنا قهوة الصباح، وهي مؤخرا كانت هناك مسابقة تحت مسمى ساس للجانب بالتكنولوجيا وتقنية المعلومات، احنا في قدر الإمكان بنحاول نتواصل مع أكثر من شركة أو مساهمة شبابية في هذا المشروع. اليوم بيكون معنا أو تاكسي، نتعرف على مشروعهم فكرته طموحه وإلى ذلك. هذا بالنسبة للفقرات الحوارية، بالإضافة تكون عندنا وقفات مع التقارير الصباحية وأيضا فواصل صباحية وأيضا أبرز العناوين الصحفية من خلال جريدة عمان والوطن وكذلك عناوين منتقاة من الأخبار العالم. إذا كانت هذه محتوى الحلقة، بس في نفس الوقت أحب أصبح صباح خاص جدا جدا لكل أمهات والآباء اللي تابعونا وكل الشباب والشابات على مستوى الوطن العربي وكذلك بلدنا الحبيب، ونقول لكم إن شاء الله صباح الخير، صباح المحبة والسعادة، وإن شاء الله دائما حياتكم فيها البسمة والبهجة، وأيضا الله يزيد الأفراح عندكم وعندنا جميعا. نقول لكم صباح الخير ونرجع بعد الفاصل. صباح الخير مرة ثانية مشاهدينا الكرام، كما عودناكم كل يوم ثلاثة عندنا نكهات مختلفة من جالياتنا العربية وكذلك الجالية الأجنبية المقيمة هنا داخل السلطنة. الهدف من هذا الفقرة هو يعني مد جسور المحبة والمعرفة بالنسبة للمشاهدين اللي قاعد يتابعونا، وأيضا التعرف على الجاليات المقيمة هنا داخل السلطنة على العادات اللي هم يقضونها.
في ربع عمان الحبيبة. نرحب بضيفتنا العزيزة. ضيفتنا هي متخصصة في مجال التجميل، ولكن اليوم احنا مستضيفينها كممثلة نقدر نقول الجالية المغربية هنا داخل السلطنة. لهم كل التحية والتقدير، وأيضا لكل الدول العربية المقيمين من جاليات عربية مقيمة هنا داخل السلطنة. رحب بإلهام سعيد جميل، يا مرحبا فيك وحياك الله، نورتي. مرحبا بيك كذا بالمغربي صح؟ أنا سعيد كثير بوجودك معنا في برنامج قهوة الصباح، وزي ما قلنا احنا وصلوك فريق الإعداد، الهدف منها هو الإفطار المغربي كيف يكون في فترة الصباحية. أنا بحاول أتعرف عليه من خلالك، بس بختبر نفسي أمامك. كي دايرة. كي دايرة يعني كيف الحال؟ كيف الحال؟ هذا كي دايرة يعني، أو كي داير بالنسبة للرجل، دايرة إذا حطينا تاء التأنيث. وفي بزاف بزاف يعني وايد كثير يعني. وفي نفس الوقت بعد انا قاعد احاول استحضر، امس لو تشوفون كل واحد عنده اختبار قاعد يتحفظ الكلمات. هي كلمات جميله ولها مفردات خاصه، حلو الانسان يكون على معرفه واطلاع. ان شاء الله مع ضيفتي بتعرف على مجموعه من الكلمات. طبعا بعد الوجبه يقول لك بالصحه والراحه، يعني بعد الوجبه الهنيه يعني الانسان. طبعا المغرب ما شاء الله الطواجن لا يعلى عليها، اللي ما كلا طاجن مغربي بالذات يعني من المغرب لا طعم ونكهة خاصة. فاللي يحافظون على الوزن أقول انسى الوزن هذيك الفترة. أختي إلهام نورتين برنامج رقابة الصباح. أهلا وسهلا. وعطينا كذا الصباح في المغرب كيف يبدأ؟ الصباح بصفة عامة أيوة، إحنا الصباح عندنا فطور خاص. نعم. يعني بعيد عن الأشياء المالحة، لازم يكون حلو. مع هذا البيض، لأن في الإفطار المغربي تلاقي الشاي المغربي، تلاقي الحليب مع النسكافيه أو مع القهوة. ما تلاقي قهوة بروحها، لازم يكون الحليب مع النسكافيه أو مع القهوة أو الشاي المغربي. طبعاً وفي أنا جبت بس عينة نموذج بسيط. بيكون البغرير، بيكون المسمن، احيانا يكون الكرواسون، يكون الخبز الفرنسي نسموه نحن بتيبان او باريزيان. باريزيان أيوة. نسبه الى باريس. باريس أيوة. مع الزبده والعسل او المربى، على حسب كل واحد وذوقه ايش يشتهي. اللي يحب البغرير ونسمن ياكل بغرير. بغرير. زي مكونات البغرير ايش هي؟ هو عباره عن سميد مع الماء ينخلط وينحط على المقلاية. هو نفس البانكيك ولا مختلف شوي؟ مختلف عن البانكيك، هو يشبه المكونات وتشبه القطايف. هني يسموها القطايف. ممتاز. نحن نسموه البغرير. البغرير. بس القطايف بالعالم بالشرق الاوسط صغيره. نعم. ويحشونها. نعم. نحن نعملها شويه اكبر. وفي اللي اكبر من كذي بعد. ما شاء الله. ايوه بس بدون حشو، بس نحط عليها عسل وزبده. ندوبهم في النار. نعم. عشان يختلطون مع بعض وبعدين نحطهم على. وهذا الوجبة للإفطار يعني. هذه للإفطار أو للفوالة يعني للوقت قبيل المغرب استقبال ضيوف وكذي. ممتاز. هذا البغرير. أيوة. هذا المسمن. هذا يشبه البوراتا الهندية. نعم. ماخذين من كل يعني كل شيء يشبه العالم العربي ديزاين المغربي في الأكل. هذا اسمه المسمن. ينعمل طريقته مثل الباراتا بس شوية في اختلاف بسيط. نفس الشيء يتاكل مع العسل والزبدة أثناء الفطور أو الفوالة لما يكون في ضيوف. إذا هل هو اسم على مسمى يعني مسمن ويسمن؟ جايز. طبعا لأن فيه زيت يعني. بالنسبة اللي مسوين دايت يبعدون عن هالأمور. زين، في شغلة يمكن كثير من المواطنين الدول العربية يعني يعرفون أن المغرب تشتهر بالطواجن. أيوة. طاجن اللحم، طاجن الخضار، الكسكسي كذلك. أيوة. شوي نتكلم عن هذا وخاصة الأواني الفخارية يعني. أيوة. هل عشان بس أحد سألني أمس يقول هل نشتري الآنية هذا على طول نطبخ فيها؟ بس قلت له لا، أنا عرفت أنها لازم تتنقع بالماء لفترة من الزمن بعدين تصير صالحة للطبخ. يا ليت بس تعطينا فكرة. أوكي. هو في أنواع مال الطين. في أنواع طواجن. في طاجن أريد يكون جاهز. يعني المكان الفخار اللي صنعونه. نعم. أريد يجهزونه. نعم. بحيث أن يكون جاهز للطبخ. نعم. بس أثناء الطبخ له طقوس معينة في الطبخ. ما ينحط على النار مباشرة. أو أنك تطبخ كأنك تطبخ في قدر عادي. نعم. ينحط تحته مثل الحديدة. نعم. وبعدين تحط الطاجن بس يستوي على نار هادية. نعم. وعنا في المناطق الداخلة يحطون ما يحطونها على النار، يعملون مثل مجمر. نعم.
فيه فحم ويشبون النار ويحطون القدر اللي هو الطاجن. حلو. في طاجن اللي ما يكون جاهز هذه للناس اللي يستخدم بالنسبة للطاجن اللي تكلمنا عنه الحين للمدن يبغون كل شيء جاهز. أما الطاجن اللي هو ما جاهز صاحبة البيت تشترينه الأم وهي تجهزه تخليه مرقد في الماي مدة معينة عشان يكون جاهز للطبخ. ممتاز. وعادي نطبخ فيهم مباشرة. زين اللي عرفته أنا حتى وجبة الكسكسي هذه كل يوم جمعة. كل يوم جمعة. أيوة هذه تعتبر أكلة تقليدية شعبية من قديم الزمن. هذه أكلة ضرورية يوم الجمعة حتى في المناسبات أحيانا إذا جو عندك ضيوف تعملهم كسكسي حتى وفي يعني الكسكسي ينعمل في وقت مميز بعد اللي هو أثناء العزاء. نعم. لازم يكون الكسكسي موجود. يعني هذه في المناسبات أو في الأحزان لا قدر الله اللي تكون من الوجبات الرئيسية. أيضا عرفت أنه لازم إذا استوى على طول يؤكل ما يبيت أو ما ينتظر فترة طويلة. ممتاز. هذه من طقوس أكل الكسكسي. زين إحنا خذينا شوي كذا من وجبات لحظة إفطار والوجبات الرئيسية في المغرب بالنسبة للطواجن وما شابه ذلك. الحين بأخذ شوي العادات. في كل دولة عربية في عادات صباحية يا في طبعا في السابق الحين المدنية شوي سرقت الناس من الحياة بالنسبة للزيارات الجلسات في كل دولة في بعضهم يكون في فترة الصباح في بعضهم يكون عندهم جلسة العصر في بعضهم نصف قبل المساء بساعات شوي نتكلم عن هذا بصفة عامة بصفة يعني. عامة أيوة بالنسبة للمغرب يعني نحن لسه المدن ما اختلفت كثير عن المناطق يمكن الأحياء الجديدة الحين اللي شوية راقية فيها شوية صار تحفظ العائلات صاروا بعدين أو الجيران بعدين عن بعض بالنسبة لنا نحن كأحياء شعبية وكمناطق يعني الزيارات في أي لحظة يجيك الضيف يطب عليك ما في سابق إنذار قبل لازم أنت تكون مستعد يعني للضيف والضيف ممكن يجيك 9 الصباح بعدك أنت ما فطرت توك تجهز الفطار يفطر معك فهنا أنت فطارك خاص بس لما يجيك الضيف راح تتأخر ساعة زيادة تبدا الطقوس الكل يقوم يشتغل يطبخ واللي يعمل العجينه والطحين عشان يسوون هالاكلات للضيف احيانا يجيك الضيف فجاه في الغداء هنا لازم اذا جاك وقت الغداء ياكل الوجبه اللي يعني اذا جاك قبل الغداء اذا انت مسوي بلان انك تسوي غداء معين حق انت واسرتك لا بتضطر تغير لان جاء عندك ضيف فتره الاعياد خاصه الحين احنا مقبلين على عيد الاضحى المبارك في طقوس كلنا نشترك في الاضاحي ولكن هل مثلا في المعايده ايش المفردات اللي تنقال على مستوى الذكور او كذلك على مستوى الاناث في العيد في المغرب له طقوس خاصه جدا جدا ومميزه جدا جدا في المغرب نحن نحضر للعيد قبلها بأسبوع ما شاء الله تلاقي تغيير شامل في الشوارع في البيوت يعني تحصل بدأت تتجهز أشياء في الشارع اللي يحددون السكاكين الأشياء اللي خاصة بالأضاحي تقطع الخروف واللحم فتلاقي كذي صفوف الناس تحط أجهزة والناس تروح تمضي أو تحدد الأجهزة مال الذبح مالتها تلاقي الخيم ينشبون خيم الشباب مال الحي تطوعا منهم بفرحة العيد لأن أحياء شعبية وناس شعبية يعني هذه مناسبة غير كل الخصومات والفروقات تنزاح الحمد لله يعني يبدون الشباب يشبون خيم يسمونها فندق الخروف او فندق الكبش زين بالنسبه للناس اللي ساكنين بالايجار في عمارات يعملون لهم هالخيمه عشان هنا يذبحون فيها ويصلخون فيها شباب الحي اما بالنسبه اللي عندهم سطح يشتركون اهل العماره ويذبحون ممتاز الشاي المغربي متى يكون دوره أنا سمعت يقولون في مفردة تنقال إنه حشروا عشان يصير ثقيل حشروا أو شيء كذا يمكن أنا ما سمعتها عنه شحروا أيوه شحر الشاي يعني تشحر تحطها على النار تشحر كذا لمدة 3 دقائق 4 بعدين تراجع الشاي أو تقلبه كذا يعني عشان يعطي نكهة أحلى
سألتني عن المعايدة. نعم. بالنسبة للمعايدة في العيد حتى قبل العيد بفترة بأسبوع تلاقي الكل صغير يهني الكبير، الكبير يهني صغير، الحريم يهني رجال يهني حريم 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 بكلمة مشهورة جدا عن اللي هي عواشرك مبروكة. عواشرك مبروكة. عواشرك مبروكة. أيوة. يعني هي جاية من كلمة العشر الأواخر. بس هي أن تدرجت للغة المغربية. العشر الأواخر بالنسبة للشهر رمضان المبارك. الكل شيء. حتى لل. يعني هي أصلها. جاية منها الكلمة. بس خلاص تدرجت وصارت من ضمن. كلمة بحاول احفظها. عواشرك مبروك. عواشرك مبروك ان شاء الله. وعواشركم مبروك ان شاء الله جميعا يا رب. انا اذا كان الصور جاهزه بالنسبه احنا ممكن حاضرين مجموعه من الصور عشان نظهرها عشان تكون كذا تاكيدا للحوار اللي احنا قاعدين نتكلم فيه. ابرز المواقع السياحيه على مستوى المغرب. ابرز المواقع السياحيه اولها مدينه مراكش. تليها مدينة أكادير، بعدين ورزازات، ثم مراكش اللي فيها ساحة الفناء. ساحة الفناء هي تعتبر من أكثر المدن سياحية، حتى ماخذة الرتبة التاسعة عالميا أو 11 على ما أظن في السياحة والفنادق الفخمة. يتليها أكادير، بعدين هذه في الجنوب. نعم. وسط. بعدين يجي الشمال، طنجة، تطوان، ورزازات، وبعدين سويرة. أماكن سياحية. نعم. في هذا اللي يكون فيها سويرة على الساحل. نعم. أيوة. هذه يصير فيها فن القناوة أعتقد، مسابقة عالمية. أيوة. طبعا الناس بيسألني بس أنا كنت ذاكر أحد. أنا زرت المغرب، رحت منطقتين عجبوني، إفران. إفران يا سلام. إفران هي تتميز يعني في فترة حتى الصيف تكون فيها يعني جزء كبير منها يغطيها الثلج. أيوة. فعملنا كذا سكيتنج كذا بسيط. أيوة. وأم الربيع أيضا. وادي أم الربيع. بالنسبة للسلطة هنا احنا كان المفروض عندنا صور بس قالوا لنا ما في صور. زيارتك هنا ايش المواقع اللي زرتيها في السلطنه؟ زرت بعض المواقع في السلطنه. زرت الكهف الهوتة. نعم. زرت عين توارة. نعم. عين الكسفة. نعم. زرت صلالة. نعم. زرت صور اللي هو محمية سلاحف. نعم. وادي الجز ورأس الحد. رأس الحد. نعم. رأس الجز. شفنا سلاحف هذيك الفترة كان. نعم. موسمهم. نعم. هذا الشيء اللي يحضرني حاليا. ممتاز. زين على مستوى الجاليات المغربية هنا كيف تلتقون؟ يعني مقبلين على العيد الأضحى. أيوة. مواسمكم، هل هناك في نادي للجالية المغربية هنا على أرض السلطنة؟ بالنسبة لي أنا يعني ما كثير عندي أعرف كثير ناس مغاربة. بس عندي عائلتي هنا يقربون لي بمدينة صحار. عايشين أولاد صحار. أيوة. عايشين مع صحار وهناك مع أولاد الباطنة وكل شيء. هناك نقضي أجواء العيد. يعني تجتمعون سواء عيد الفطر سواء عيد الأضحى. نعم. لأن الجميل في العيد هنا لما نقضيه بصحار نحصل مزج بين العادات المغربية والعادات العمانية. نعم. لأن في عمانيين ومغاربة. نعم. فهذا المزج يكون واجد حلو يعني. نعم. ما نحس إن نحن في تأكد لا مو بغريب. أيه. أنتم بأرضكم وبين أهلكم وأخوانكم. جزئية أخيرة، كليت أكل عماني؟ إيه أكيد. مثل إيش الوجبات اللي فضلتيها؟ أنا يعجبني القبولي. القبولي والعصيدة أو شو اسمه الحلوى العمانية. أيه. كثير أحبها من أول كنت ما تعجبني لكن الحين صرت أحبها كثير. جربت القهوة العمانية بعد بين شوى فترة ما كليتي؟ كليت شوى حتى صرنا الخروف اللي نذبحه نحمل نصه شوى لازم. شوى العماني وايد حلو. شكرا أختي إلهام، نورتينا برنامجنا قهوة الصباح. أتمنى لكم إن شاء الله طيب الإقامة هنا داخل السلطنة. أتمنى كذلك قدرنا يعني نعطي فكرة ولو بسيطة كذا عن الأجواء المغربية والفطور المغربي. قلت لي اسمه بس عشان ما أنسى. هذا البغرير. البغرير وهذا المسمن اللي يسمن. طبعا كلهم يطيبون بالعسل عشان يأكلون في فترة الصباح. والشاي المغربي هو نار على علم مشهور على مستوى الوطن العربي والعالم كذلك بنكهته الخاصة المطيب كذلك بالنعناع. ولا طعم كثر ما يكون ثقيل كثر ما يكون هو أطيب. ولا لازم يكون خفيف. هو يعتمد على حسب منطقة. الجنوب يكون ثقيل وايد. احنا الشمال شوية خفيف. يكون خفيف. شكرا لإلهام سعيد جميل خبيرة التجميل بصالون بونيتا.
ومنورتنا في برنامجنا قهوة صباح، ولكن اليوم أنت جاية تتكلمين معنا على الأجواء المغربية، نورتينا. أهلا وسهلا وصباحك سعيد إن شاء الله. صباحك سعيد وكل عام والأمة العربية وعمان وشعب عمان بخير إن شاء الله. عشورك بخير؟ عواشرك مبروكة. عواشركم مبروكة. فاصل وراجعين. يرتدي البعض النظارات الشمسية اتباعا للموضة، ولكن في الحقيقة هي مهمة جدا لصحة العين، فقد أثبتت الدراسات العلمية أن أشعة الشمس تضر بالعين مسببة بعض أمراض العيون في سن الشيخوخة، كما أن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية في العيون أو القرنية أو القزحية أو أغشية العين ضروري جدا ارتداؤهم نظارة شمسية في الصيف والشتاء حتى لو في الأماكن التي تحتوي على ضوء شديد. لذا احرص عزيزي المشاهد على ارتداء نظارتك الشمسية عند الخروج أوقات النهار. رجعنا لكم مرة ثانية مشاهدين الكرام إلى أبرز العناوين من خلال صحفتنا لصبيحة هذا اليوم، ونبدأها بجريدة عمان. وخبرنا الأول يقول: مؤتمر عمان للمسؤولية الاجتماعية يستعرض التجارب الناجحة المؤثرة إيجابيا في تطوير المجتمع. كذلك من جريدة عمان: حوار صحافة المرأة العمانية يكشف الستار عن نسخته الثانية. ومن عناوين جريدة عمان: لجنة جامعة عمان تطلع على المستجدات والمنجزات المرحلية والدراسة الاستثمارية للتطوير. هذه كانت أبرز العناوين من جريدة عمان، منها ننتقل إلى جريدة الوطن وكذلك أبرز العناوين. وخبرنا الأول يقول: بحث فرص التعاون السياحي بين السلطنة وقبرص. و89 مليون فاصل 8 ريال إجمالي قيمة الصيد الحرفي في السلطنة بنهاية النصف الأول من العام الحالي. وأيضا المناطق الصناعية تنظم معرضا للمنتجات العمانية لطلبة مدارس ولاية شناص. الآن إلى مجموعة من الأخبار العالمية، ونبدأها بهذا الخبر: مسدس للكشف عن إرسالك لرسائل نصية أثناء القيادة. نجح فريق من العلماء الأمريكيين في تطوير مسدس أطلق عليه مسدس الرسائل النصية، يعمل على تنبيه قائدي السيارات عبر هواتفهم المحمولة للتوقف عن الانشغال بكتابة أو إرسال رسائل نصية أثناء القيادة. وهذه التحذيرات عبر الهواتف المحمولة، بصراحة أحييهم على هذه التجربة.
أيضا من العناوين الجميلة، ذرة ملونة تخطف الأنظار بألوانها الرائعة، استطاع أحد المزارعين الأمريكيين من زراعة سلالة جديدة من بذور الذرة غير الذرة التقليدية المتعارف عليها، أطلق عليها بذور الذرة الملونة اسم جواهر الذرة الزجاجية بسبب ألوانها الرائعة والشفافة. هذه ذرة ما تنأكل الواحد يتفرج عليها بس. عموما من الذرة ننتقل للتقرير يسلط الضوء على السباحة، بنتابع هذا التقرير ومن ثم بنرحب بضيوفنا. يفضل تعليم الأطفال السباحة في سن مبكر أي ما يفوق الرابعة، لأن الطفل قد لا يكون على استعداد كافي لتعلم السباحة قبل الرابعة، وهنا يجب عدم حرمان الطفل قبل سن الرابعة من اللعب في الماء حتى يتعود عليه ويشعر بالثقة والاسترخاء فيها، الأمر الذي يحبب الطفل في السباحة ويشعره بالاستمتاع فيها. وتعليم السباحة للأطفال مهم لما له من فوائد. من منطلق الحديث الشريف علموا أبنائكم السباحة والرماية وركوب الخيل، خصصنا حصة كل أسبوع للطلبة للسباحة لأنها تقوي من مهاراتهم الجسدية وتعلمهم على الشجاعة والمهارة الفكرية. السباحة تحرك جميع عضلات الجسم وتساعد على زيادة لياقتهم، ويعد الماء وسيطا مهدئا ويساعد على الاسترخاء، وتزيد من اعتماد الطفل على نفسه وتمنحه الشعور بالاستقلال. ورجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام وإلى فقرة ثانية في برنامجنا قهوة الصباح. المرة بنتكلم عن معرض الورود الطبيعية اللي إن شاء الله مزعم إقامته خلال الأيام القادمة، بنتعرف على تفاصيل هذا المعرض ومحتواه من خلال ضيفنا محمد بن سويلمين الخصيبي نائب مدير معرض الورود الطبيعية اللي منورنا برنامج قهوة الصباح. شخبارك؟ طيب الحمد لله. نورنا. قبل بس ما تكلم، أنت طالب بكلية التقنية؟ أنا طالب كلية تقنية نزوار. الله يوفقك. أي تخصص؟ تخصص هندسة. أي سنة الحين؟ سنة ثانية. الحين ببدأ في السنة الثالثة إن شاء الله. الله يوفقك إن شاء الله. لك في مجال التجاري ولا هذا خط ثاني؟ يعني؟ هذا خط ثاني شوي، لازم شوي نبحث عن تطورات، نبحث شوي عن الأشياء اللي شوية تتوسع، أتوسع داخل ما بس أكون في الدراسة. ممتاز. لازم شوية أتفتح شوية للأعمال الحرة. ممتاز. خلينا شوية أتكلم عن فكرة المعارض، كيف بتتم وهل بيشارككم أحد في هالمعرض ولا بيكون مقتصر بس على منتجاتكم؟ لا لا، هو في البداية راح يكون المعرض في فعاليات، في مسابقات عديدة، في أشياء جماعة ثانية يشاركونا اللي هم مثلا فريق لمحة للتصوير، في بيكون فعاليات ومسابقات، في أشياء اللي هو محل شروق للهواتف بيكون نفس الشيء هو الداعم لهذا المعرض. ممتاز. خلينا الحين أخذ تفاصيل المعرض، وين بيكون، متى، كم يوم، من الجهات أو الفئات اللي يعني مستهدفينها ممكن تستفيد كذلك من المعرض؟ هو المعرض راح إن شاء الله راح يكون من يوم الخميس ويوم الجمعة اللي هم 12 و13. ممتاز. في البداية راح يكون هو الأستاذ عبد الله الشيكيلي مدير صندوق الرفد بالداخلية، نعم، محافظة الداخلية، هو راح يفتتح هذا المعرض الساعة 9:30، وراح يستمر المعرض من الساعة 9:30 صباح إلى الساعة 11:45 بالليل. ممتاز. طبعا متواصل. متواصل من الصباح إلى بالليل. طبعا المعرض فيه بيكون الورود، فيه بيكون مسابقات، فيه بيكون فعاليات ثانية، طبعا راح يكون فيه بيع والبيع الورود مع العروض اللي هن عروض الباقات الورود الطبيعية. نعم. من الفئات أو الشركات خاصة في الورود اللي مشاركة معاكم؟ والله الشركات هو المحل نفسه، نعم، فقط المحل يستلم الورد، شر الورد يعني بالذات، فهو المحل يدعم نفسه. ايش الجديد اللي بتقدمونه بالنسبه لبقات الورود؟
بنقدم فيه الباقات الجديده باشكالها وانواعها اللي يمكن الفريد يمكن ما حد شافه. احنا الحين جالسين نعد ونطور في الباقات. بس بدل ما تكون الورده ورده او باقه العاديه، لا احنا الحين جالسين نعد اللي هنا الباقات الجديده. ممتاز. بانواع مختلفه باشكال جدا رائعه. ممتاز. زين، يعني انت الحين قاعد تمدح. انا احب اللي يمدح منتجاته. قاعد تقول لي من ناحيه ان اشكالها بتكون جديده، بمعنى ايش اشكالها بتكون جديده؟ بمعنى اللي هي طريقه تقديم الورد او طريقه صف الورود. اعطني فكره. كيف يعني اوضح لك؟ انه هو الورد الطبيعي عاده يقدم في باقه عاديه مثل اللي هو السلوفان او القماش الملفوف. لا احنا الحين هنا بنقدم شوي بشكل ثاني، بشكل جديد. الحين هناك في المحل خلاص بدينا نشتغل. فلذلك الجماعه هناك بدوا يشتغل في صف الورود اللي هي الطبيعي. ممتاز. احنا عندنا مجموعه صور توضح بالنسبه لباقات الورود واسلوب تقديمها. هذا بالنسبه اللي على طاولات الاستقبال، او هذه في عندنا اللي هن احنا نقدم ورود طبيعي للمتزوجين، المناسبات الاعراس. في عندنا اللي هن الورد العادي. طبعا مع الاشياء الثانية بالنسبة لتغليف الهدايا. بعد تغليف الهدايا كيف في عندنا تغليف هدايا طابع ثاني اللي هم في البالون العجيب، وفي اللي هن الصناديق تقيل الحين جبناها حديثة. فبدينا نطور في هذا الصناديق. بمعنى البالون العجيب ايش هو؟ البالون العجيب هذا البالون اللي منفوخ ولكن يكون داخله اللي هو الورد الطبيعي بالاضافه للهديه، هديه رجاليه او نسائيه. بامكاننا ان احنا نحط لك هذا الهديه مع الباقه الورد داخل هذا البالون. فسميناه البالون العجيب. حلو. زين، ايش كثر يعني انتم معولين على هذا المعرض من ناحيه اقتصاديه، من ناحيه ترويجيه؟ يعني مركزين انتم والله من ناحيه مردود اقتصادي، ولا قاعد تركزون عليه من ناحيه تسويقيه اكثر؟ هو احنا الهدف الرئيسي طبعا ان احنا نروج للمحل، نروج للورود الطبيعي اللي جالس يقدمها المحل. بالاضافه الى الفعاليات والخدمات اللي يقدمها المحل. بالاضافه للشيء الثاني اللي هو احنا على مشارف العيد الاضحى المبارك، فاخترنا هذا الوقت على اساس انه يمكن شوي الناس تجي اكثر تتهادى وتحابوا. في احنا نقدم الورد شوي، في ناس عندنا يمكن المعرض هذا ما صار، فهو يمكن تقريبا على حسب علمي انه اول معرض ورود في الداخل. نعم. زين، اسم المحل، انت قاعد تقول المحل ما قلت اسمه. محل كوخ الزهور. ممتاز. محل. دورك في المحل انت ايش؟ انا دوري في المحل ما يلي دور داخل يعني كشريك او شيء داخل المحل. فقط انا كمرافق لصاحب المحل الله يذكره بالخير بدر البوسعيدي. فقط كاستشاره في الفعاليات والبرامج اللي قدمها. يعني المتحدث الرسمي باسم المتحدث الرسمي للزهور. زين، انواع الزهور اللي عندكم ايش هي؟ عندك فكره؟ في انا ما عندي فكره بالانواع بالتحديد، ولكن اللي على حسب علمي انه في ورود جديده وفي ورود بشتى الانواع. احنا هناك في المعرض ان شاء الله راح كل ورد راح يتعرف باسمه وكيف ايش هو بالضبط، من اي نوع. نعم. ممتاز. قلت لي المعرض بيستمر يومين وفي فعاليات مصاحبة بالنسبة للأسر وكذلك الأطفال. يعني بقدر الإمكان ما تبغون الناس تطلع من عندكم إلا مستانسة. أكيد. إحنا إذا أنت ما جاي تشتري من عندنا الورد، أقل شيء إنك تجي أطفالك قبل العيد تفرحهم، فتكون بدل الفرحة فرحتي إن شاء الله. يعني يحصلون عيدية ويحصلون ورد. يحصلون. زين، تذكرني بس بالمكان وين بالضبط، والناس اللي يبغون يوصلونكم يلي تحدد لي المسار. مكان إحنا في مركز لولو هايبر ماركت اللي هو بالنزوة. طبعا واقع وين؟ واقع في النصف الداخلي مثل خلنا نقول اللي هي في ولايه في منطقه فرق على الشارع العام. بيكون في عند صاله النورس اللي هو في الخلف جنب صاله الالعاب. حلو. وبيستمر لمده يومين؟ بيستمر لمده يومين من الساعه 9:30 الصباح لحد 11:45 بالليل. حلو. انا الحين خذيت يعني حقي بما يخص الموضوع، ولكن ودي اتعرف شوي عليك اكثر. انت هندسه في اي مجال؟ هندسه بعد التخصص بعد ما ادري. وين مختار حاب؟ ان شاء الله على سيفل انجينيرنج هندسه مدنيه. نعم. زملائك اللي فازوا امس في انجاز عمان ايش تحب تقول لهم؟ والله ابارك لهم كليه التقنيه. ابارك لهم اول شيء، ابارك للكليه التقنيه العليا بشكل. نعم. عام. بالأخص أبارك لأخوي وصديق وعزيزي المعتصم الحراس اللي هو الرئيس التنفيذي بالشركة على جهوده، على إنسان محبوب كان. فبأمانة أقولها من هنا إنه يستحق
الفوز. يستاهلون كل اللي فازوا بالمراكز والرؤساء التنفيذيين بالنسبة للشركات اللي ذكرت، يعني كان جذور أو دايركشنز شركة أو كذلك نكس فيوت. نكس فيوت كلهم لهم التقدير والاحترام. بالفعل كان حدث كثير رائع لك. في المستقبل تسوي مشروعك القادم، هل بتسوي في الزهور تنافس بدر ولا بتسوي؟ لا إن شاء الله في خطة أننا نظم مثل الجروب ومثل المؤسسة الصغيرة اللي هي لتنظيم الحفلات داخل الداخلية. ممتاز. تكون استقلين شوي عن أستاذ جمال محروق شركة السمار، فقلنا نفتح فرع في المحافظة الداخلية، فرعنا نحن ننشط تنظيم الحفلات داخل الداخلية. الله يوفقك إن شاء الله. محمد أنا سعيد كثير بوجودك معنا، نورت برنامج ثقافة الصباح. أتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق. أذكر بالنسبة لمعرض الورود الطبيعية إن شاء الله بيقام بمركز اللولو هايبر ماركت، والدعوة عامة للجميع على مدار يومين، فترة صباحية حتى المساء، فترة متواصلة. كل التوفيق لكم إن شاء الله ومزيد من النجاح. آمين إن شاء الله. شكرا. يعطيك العافية. خليك معنا شوي بس. إحنا بناخذ فاصل قصير، وبعد الفاصل إن شاء الله بيكون عندنا موضوع جديد. يمكن في حلقات سابقة ركزنا على هذا الجانب، وهو بالتحديد مسابقة ساس اللي من خلالها انبثقت مجموعة من الشركات اللي حازت على المراكز الأولى ومراكز الثانية وثلاثة، ويعني تمتعوا بقدرات رائعة قدرنا نكتشف من خلالها أن عندنا ما شاء الله شريحة رائعة من الشباب المهتمين في جانب التقنية وبالذات تقنية التطبيقات الإلكترونية للهواتف الذكية. بناخذ فاصل قصير وراجعين. أزاحت شركة موراتا إلكترونيكس اليابانية الأسبوع الجاري الستار عن آخر ابتكاراتها التي تتمثل في مجموعة من 10 روبوتات راقصة صغيرة الحجم تتحرك وتتوازن ذاتيا على كرات صغيرة. يويتشي كوجيما نائب رئيس الشركة: صنعنا هذه الروبوتات بنية تشجيع أحلام الأطفال والشباب لتحسين التكنولوجيا في المستقبل. وتؤدي هذه الروبوتات رقصات متناغمة مع الموسيقى، وتعمل باستخدام 4 أجهزة استشعار بالأشعة تحت الحمراء و5 ميكروفونات بالموجات فوق الصوتية لتحديد مواقع الأجسام حتى في الأماكن المظلمة تماما. وقالت الشركة أنها استغرقت 2 لتطوير هذه الروبوتات، رغم أنها لا تخطط لبيعها أو استخدامها في أي شيء غير العرض، وأوضحت أن الهدف الرئيسي من طرحها هو أن تكون مصدر إلهام للجيل المقبل ليس أكثر، وأن تكون رسالة للعالم لدعم المبتكرين في المستقبل. ومن المقرر أن تعرض شركة موراتا إلكترونيكس هذه الروبوتات خلال معرض سياتك للتكنولوجيا المزمع إقامته الشهر المقبل. عموما احنا بنكون على الهواء مع ضيف عزيز منورنا في برنامجنا، هم احد المشاركين في مسابقه ساس ل 48. بنتعرف على تفاصيل مشروعهم. احنا في حلقه سابقه تكلمنا عن سلندر، هم اللي حازوا على المركز الاول، اليوم خذينا اللي حازوا على المركز الثاني، لهم كل التقدير والاحترام. هذه نصيحه انا احب اقولها لكل الشباب والشابات: استثمروا كل وسائل الاعلام بالتعريف عن نفسكم. الفتره هذه الحاليه هي يعني فتره التسويق للذات، كثير مهم الواحد انه يسوق لذاته. لا يقول الناس والله بيعرفوني، الناس بيشوفوني، بيعرفون المنتج اللي انا عملته. في الفتره
هذه النمطية الحياة تغيرت، المدنية سرقت الناس بالفعل، ترى صار الواحد ما ينشغل يعني من شغل حتى عن أسرته، والدليل أن تلقوه ممكن رب أسرة أو ربة أسرة يدخلون بيتك كل واحد مشغول بتلفونه، بعدين أيوة بعدين تلقاهم يرسلون رسائل حتى داخليا ما بينهم وبين بعضهم. فاحرصوا يا شباب أنكم تقتنصون الفرص لإظهار نفسكم على شاشات تلفزيون، إذاعة، صحافة، الترويج لأنفسكم عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ساس هذه من المشاريع اللي كثير رائعة اللي قامت بها اللي هي العامة تقنية المعلومات بإنشاء مسابقة لتحفيز الشباب للمشاركة وإظهار قدراتهم في تقنية المعلومات. معنا ضيف ما شاء الله مزيون وسيم طلته طيبة، وهو فيصل بن علي المندري رئيس مشروع أو تاكسي الفائز بالمركز الثاني. حياكم الله يا مرحبا فيصل. الله يسلمك جزاك الله خير. تحية لك ولكل فريق العمل اللي معاك. شكرا شكرا. كم عددكم تقريبا توصل؟ احنا مجموعة أربعة أشخاص. أربعة أشخاص من كلية واحدة من تخصصات مختلفة. حقيقة في منهم موظفين وفي منهم طلبة. ممكن تذكر أساميهم على الهواء؟ نعم يعني. سمير المعمري وحسن الكمزاري وعندنا الشخص الرابع أنا الثالث الرابع. أربعة تقريباً. مهم الله يوفقكم إن شاء الله جميعاً، وإذا ترى المساحة متاحة لك إذا تبغى تشكرهم بشكل شخصي أو كذلك أفراد ساهموا معاكم في عملية أو تاكسي. كيف جت الفكرة؟ هو أساساً من فكرة ساس 48 تبدأ الفكرة. ساس 48 مبدأه إن إحنا نطبق مشروع كامل من الألف إلى الياء يخدم المجتمع. ممتاز. يكون يستخدمه الجميع. أكبر شريحة ممكن تستخدمه وتستفيد منه. فلو لاحظت إنه التطبيق الأول حصل سلندرز إن هذا في كل بيت. نعم. موجود. التطبيق الثاني اللي هو إحنا حصلنا عليه مشروعنا أو تاكسي إنه كل أغلب شرائح المجتمع راح يستفيدوا من هذا. نعم. التطبيق. طبعا قطع السياحة، الناس اللي تجي يوم يومين أسبوع شهر ممكن تستفيد من هذا التطبيق. أيضا عندك الناس اللي محتاجة وسيلة نقل من وإلى مكان آخر في أي وقت، التطبيق في خدمته. ممتاز. يعني انتوا درستوا حالة المجتمع وشفتوا وين أكثر التطبيقات اللي ممكن يكون لها تأثير. تأثير. هنا ممتاز. إنزين هذا التطبيق متى بيكون مثلا نشوفه على شبكات يعني بالذات على الهواتف الذكية؟ على الهواتف الذكية بمعنى عندك أندرويد على جوجل بلاي موجود. موجود. زين الحين بدور عليه. زين اللي عندهم مثلا أندرويد. أندرويد يحصله ان شاء الله قريبا على الآيفون راح يكون. ان شاء الله. بعد أو تاكسي. الحين عشان اكسب اكتب ايوه تاكسي. اوكي خلاص هذا الحين قاعد نبحث عنه. حلوكم تشوفون عشان تصير العمليه هذا هو او تاكسي جاء. اي نعم في عندك تطبيقين لو تلاحظ موجودات هذا وهذا. ايوه او تاكسي واو تاكسي درايفرز. اوكي فكره البرنامج كيف بيكون؟ برنامجين او تاكسي للباسنجرز واو تاكسي للدرايفرز. اوكي اي نعم هذا للافراد. هذا للافراد او تاكسي للباسنجرز. اي نعم خلينا نشوف هذا مال الباسنجر. هذا الباسنجرز وفي الاخر ايضا اللي هو بالنسبه للدرايفرز. هذا بالنسبه للافراد وفي الثاني وفي الثاني لاصحاب سيارات. زين بالنسبه للتطبيق هذا انا كيف استفيد منه؟ طبعا انا هذا بحاول اثبته. ثبته بينزل بيشتغل معك. التطبيق فكرته كالتالي انه في عندك تطبيق للركاب يختار من الى المكان اللي يرغب فيه التوجه اليه عن طريق البحث او عن طريق الماب يختار. نعم. المكان ديستنيشن او الموقع اللي يريد يتجه له. ممتاز. من ثم يعمل بحث عن سياره اجره. ممتاز. البرنامج راح يرسل ريكوست لجميع اصحاب سيارات الاجره اللي هم منزلين التطبيق تاكسي درايفرز. ممتاز. فالتاكسي درايفر يستلم الطلب. نعم. ويعمل كونفورم. راح اجيك. حلو. وعادي يبين عندي وين الديستنيشن ماله. ممتاز. ممتاز. يعني انا مثلا قائد مركبه سياره اجره. سياره اجره. ضروري ان انزل التطبيق الخاص لسيارات الباسنجر والافراد عامه الناس ممكن ينزل الخاص بالنسبه للافراد. بالضبط. انا والله محتاج اليوم اروح مثلا وانت اي كليه او وين تشتغل؟ والله بنك مسقط. بنك مسقط فرع الرئيسي. هدفك. خلاص انا بروح عند فيصل في الفرع الرئيسي هو موجود الحين في مدينه الاعلام ابحث عن نزلت التطبيق الحين بس قاعد يسوي لي قاعد احاول ايوه ابحث عن احدد اول شيء المنطقه من مدينه الاعلام الى الى بنك مسقط ومن ثم بعدين يضبي يبحث لك عن اقرب صاحب سياره اجره جنبك. حلو بيطلب فيريفاي كود الحين قاعد حاط طالب رقمي كذلك. نعم
انا ممكن حتى عندي اوريدي فيريفاي. يا ليت والله، بس طبعا عشان بس نعطي الفكره بس بالانجليزي. انا مو مشكله يعني. اختار الديستنيشن، سيلكت ديستنيشن. ايوه بس عشان تكون ايوه الموقع، اختار اي مكان او بالبحث. اي نعم طبعا عشان الشبكه شويه احنا عندنا داخل. ايوه طبعا هنا الخارطه قاعد تظهر عندي. أيوة. انا احدد وين المكان اللي اريده طبعا. ايوه انا قاعد احدد. أيوة. وفي بالبحث ممتاز. العمليه سهله كثير. كيف شفتوا رده الفعل ان كان من لجنه التحكيم، من الحاضرين؟ انا اكثر شيء يعجبني فيصل ان لحظه المنافسه قبل النتائج تشوف هذاك الكواليس العمل، الشباب كل واحد مثلا انتم قاعد تشوفون المشروع السابق وتشوفون المشروع اللي قبلكم واللي بعدكم. صحيح. تحس والله مشروعنا شباب صدقوني هذه عشناها في اللحظه الاخيره وقت التكريم. وصلنا شوي لانه صار بالعكس التكريم يعني الرابع الخامس الثالث. فلما وصل الثالث قلنا احنا خلاص ما في امل. فنادى علينا الثاني، كانت يعني كل هذا نسيناه. يومين متواصلات 48 ساعة عمل، طاقم طبي موجود معنا، مواد غذائية، ثلاث وجبات رئيسية. نعم. حتى انك تقدر سليب باجز وخيام وتنام هناك عادي. نعم. وانا عشت الجو صراحه، يومين كنت هناك ما رجعت. احنا عندنا مجموعه من الصور بنستعرضها واتمنى تعليقك عليها. نعم. لين نفس على التطبيق. اي ممتاز. هذا بالنسبه هذا نفس اللي كنا قاعدين على شاشه الهواتف الاندرويد. قريبا ان شاء الله بيكون على هواتف الابل ايفون. هذا بالنسبه للباسنجر اللي هو الافراد بالضبط. وهذه العملية البحث اللي من خلال اختيار الموقع، يا انك تحط الموقع ديستنيشن بالاختيار او الاختيار من خلال الخارطة اللي بتظهر عليك، مجرد تعمل عليها كليك. تحدد الموقع المسار مثلا من الى زي ما هو واضح الحين على الشاشة. وبعدين هو بيعمل لك بحث أقرب سيارة أجرة موجودة بتوصلها الإشارة. طبعا لازم يكون صاحب سيارة أجرة منزل التطبيق الخاص بقائد المركبات اللي هو نفسه أو تاكسي درايفر، وبيلتقط يعمل لك الموافقة. الموافقة إن أنا بروفايل بعد. اي نعم صاحب سيارة لقرا صورته وكذا. حلو. والوقت الوصول لاحظ الحين هذه كم وقت يحتاج انه يوصلك وكم التكلفة من الى ممتاز. ممتاز. الى اي مدى تحسونها من ناحية تجارية ممكن تستفيدوا منها كتطبيق؟ لان كثير من الناس يتوقعون كل التطبيقات اللي قاعد تنزل يقول لك نزل البرنامج خلاص حلو وفظيع وممكن يمحيه، وما يتوقع انه في له مردود اقتصادي وكذلك مادي. في حقيقة احنا رحنا عملنا مثل استبيان البحث. احنا ونشتغل. نعم. كان يوم الخميس المساء الجمعة الصباح رحنا عند أصحاب سيارات الأجرة. احنا في العادة نعرف هنا يتجمعوا في أماكن معينة. نعم. واللي يقصد وسيلة نقل يروح لهم يتجه لهم ويستقل سيارة. لما رحنا لهم قلنا احنا بنعمل بحث ريسيرش بسيط نشوف من يقدر يستخدم التطبيق. فبحثنا عن أكبر شخص موجود هنا. نعم. كذا يعني كبير في السن. نعم. ومتقاعد وكذا. فوجهنا له سؤال، والد عندك تليفون سمارت فون جهاز ذكي وكذا؟ قال ايوه انا عندي تليفون. طلع لنا تليفون كذا. قال شوف عندنا جروب بعد. جروبات خاصه فيهم في الواتساب وهذه. فقلنا له احنا عندنا مشروع 1 2 3 مبدا عمله بهذه الطريقه، ايش رايك فيه؟ حقيقه كان رده جميل يعني وصعقنا كلنا. قال له شوف يا ولادي يعني لو كان عندي هذا البرنامج انه يجيب لي للزبون اللي عندي ما كنت محتاج اجلس في الشارع اتغدى وتارك اولادي في البيت. فاهم علي؟ يعني انا تركت اولادي وجالس في الشارع ابحث عن زبون يجيني واحصل رزقي يعني. اما بالتطبيق هذا وانا جالس في البيت بيجيني الزبون اللي اعرفه وين يريد يروح، المكان اللي يبغى يروح يتجه له، بدون ما ابقى انا في طول النهار موجود في مكان معين او انتظر عن الزبون. بالنسبة للاجتماعية. ممتاز. تفضل. بالنسبة للاقتصادية احنا ايضا عملنا بحث بسيط. مبدأه انه احنا شفنا كم في اليوم يقطع صاحب سيارة الأجرة. نعم. طبعا هو يبحث عن زبون دائما يظل يلف مشوار وكذا. فوجدنا انه عدد الكيلوات عملنا حسبة متوسطة. هذا التطبيق يوفر له تقريبا 40,000 كيلو في السنة. في السنة من المشاوير اللي يقطعها انه يبحث عن زبون. بالإضافة إلى الفيول إيكونومي اللي هو الوقود. نعم. يقتصد الوقود لأنه ما يحتاج يبحث. نعم. خلاص التطبيق بيجي عندك الشخص اللي يبغى سيارة أجرة. بالإضافة إلى الازدحام. يعني يقلل من نسبة الازدحام. لأنه بيختار المسارات السهلة للوصول للمكان. أيوة. أيضا أنه ما لازم يكون موجود على الطريق دائما. الحاجة الأخيرة أيضا بالنسبة لأصحاب سيارات الأجرة المفيد لهم أنه
يعملوا صيانة دورية للسيارات، هوم سيرفيس، إطارات وهذه الأشياء. فالبرنامج يوفر عليهم أربع صيانة، أربع مرات صيانة خدمة لسيارتهم أو السيرفيس أربع مرات، وإطارات أيضا في السنة مرة واحدة. يعني هنا أقل في الوقود، أقل في الوقت، أقل في الازدحام، أقل كذلك عملية صيانة السيارة. نعم، أربع اقتصاديا واجتماعيا أيضا أنهم ممتاز. عملية التعرفة كيف أنتم حددتوا الأسعار؟ حقيقة إلى الآن جالسين نعمل فيها في التعرفة كيف بيكون وكيف الاشتراك وكيف الخدمة، لكن بالنسبة للركاب راح تتحدد بالمسافة. ممتاز. يعني المسافه اللي يقطعها كذا الافرج تقريبا. نعم. راح يكون متوسط، متوسط كذا. الجانب الثاني، هل لكم نيه تبيعون هذا التطبيق؟ يعني لا تعرف، لان ممكن يكون هذا التطبيق مثلا تتبنى مثلا وزاره النقل والاتصالات او تتبنى وزاره السياحه، لان في خطه من قبل وزاره النقل والاتصالات ان يكون في للنقل العام. امس حتى مدشنين مجموعه من الحافلات لذوي الاعاقه. في يعني هل لكم نيه تبيعون هذا التطبيق ولا تكونون شركاء فيه او متابعين او مشرفين؟ ما اعرف كيف. الحقيقه احنا يعني اوريدي جانا مثل هذه العروض. حلو. انه يتبنى مصر لازم بزنس الحين يشتغل. الدكتور سالم رئيس الهيئة يعني كثير مهتم، قال أنا أريدكم تجوا معي ونجلس ونتناقش كيف نطبقه فعليا. ممتاز. هذا البرنامج كيف ينجح. فإحنا قلنا له يعني 90% إحنا جاهزين، يعني أولموست التطبيق جاهز، وإن شاء الله إذا في عروض أو أي شيء ممكن نستقبل ونتواصل ونشوف كيف نتفق. لأن مثل هذه التطبيقات فيصل يعني، وإن شاء الله بنشوف أكثر من تطبيق خلال الأيام القادمة، لأن كثير من الناس يقول لك أنا ماشي في شارع بس ما في سيارات أجرات. صح. أنا عاني وين اللي محتاج وقت طويل، بس بعكس لما يكون هو عارف من قبل ما يطلع من بيته مثلا أو من الموقع اللي هو محدد وين المكان. صار عندنا كيس إحنا في 48 نشتغل. كانوا في معنا أشخاص من خارج مبرمجين، يعني كانوا من لجنة التحكيم. نعم. وجايين كزيارة في هذا المشروع. فيقولنا يعني أمس اليوم اللي قبله جاء إلى الموقع اللي كنا فيه، دفع المبلغ الفلاني. نعم. من الفندق الفلاني إلى موقعنا وين كنا نتجمع دفع كذا. اليوم الثاني جينا كانوا جايين على سيارتين، فجوا على سيارة واحدة دفعوا النص. نعم. فيقول هنا مبدأ في عمان يعتمد على النيغويشن اللي هو الحوار، الحوار مع صاحب السيارة. كم بدفع لك، كم بتعطيه، كم بتاخذ، كذا يكون. ما في حاجة معينة. فهذا البرنامج تطبيق يعني يعطيك أريحية كم بتدفع، تكون على بينة، بينة كم راح. ممتاز. إذا مثل هذه التطبيقات موجودة في دول أوروبية، في بعض الدول العربية حسب علمي إذا ما خانتني الذاكرة. هل استفدتوا مثلا من تجاربهم وحاولت من خلال هذا التطبيق تضيفون أشياء غير متواجدة عندهم مثلا؟ طبعا. في الحاجة الرئيسية أنه إحنا أولا مبدأنا على التطبيق، بحيث أن شركة شباب توم بننشئها إن شاء الله. فالكوست كثير عالي أن إحنا نعمل كول سنتر. في الدول الأخرى يعملوا كول سنتر، مركز اتصالات. لكن إحنا على أساس أن نبدأ خطوة خطوة راح نعمله كتطبيق. التطبيق ما راح يكلفنا مثل ما يكلف انه شركه كامله. نعم. سيارات. نعم. اجره. صحيح. الميزه الثانيه عندنا احنا ما نحتاج انه نسجل سيارات خاصه لنا. احنا اي صاحب سياره اجره. نعم. يحصل على التطبيق ويقدم خدماته للناس. حاطين بالكم تعملون عليه رسوم للتنزيل؟ طبعا. هذه بس مش للركاب. الركاب راح يكون مجاني. اما بالنسبه لاصحاب سيارات الاجره كم بيكون تقريبا؟ ما اكثر عن الشهر عن 3 ريال مبدئيا. فيصل انا سعيد كثير بوجودك معنا. جزاك الله ونورتنا. اتمنى لكم كل التوفيق لك وفريق العمل. اذا كنت تذكر اساميهم مره ثانيه فلك الحريه. شكرا لفيصل بن علي المنذري رئيس مشروع او تاكسي الفائز بالمركز الثاني في مسابقه ساس 48. فالكلمه لك. تفضل. جزاك الله خير. مشكورين على هذه المقابلة وشكرا على الفرصة أنكم أعطيتوني إياها. وشكر لك أنت. واجب. الله يخليك. تسلم. جزاك الله خير. مشكور. شكرا لفيصل وفريق العمل اللي اشتغل معاه. وبالفعل من التطبيقات الجميلة مثلها مثل التطبيقات اللي تعرفنا عليها في خلال الأسابيع الماضية. إن شاء الله بيكون عندنا الحين تقرير، وبعد التقرير بيوصلنا إلى الختام. عاد بناخذ التاكسي بنروح فيه، بنقعد هنا مكانه، بنشوف بعد الفاصل.
من المعروف أن الرياضة تجعلك تحصل على جسم سليم وجميل، لكن ذلك يتوقف على مدى قدرة كل شخص على الاستفادة منها. فكيف نستفيد من التمارين الرياضية بطريقة فعالة؟ أهم طريقة للاستفادة من الرياضة هي المحافظة على نشاط رياضي معين وممارسته باستمرار، سواء كان مشياً أو جرياً أو قفزاً على الجبل. واعتياد الجسد على نشاط رياضي محدد ولمدة قصيرة كثلاثين دقيقة على الأكثر يسهل المحافظة على ممارسته يومياً. وتنصح منظمة الصحة العالمية بممارسة الرياضة لمدة ساعتين ونصف أسبوعياً من أجل الحصول على نتائج جيدة على الجسم والصحة. بهذه الفقرات مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام برنامجنا، برنامجكم قهوة الصباح. أتمنى وفقنا في تقديم حلقة اليوم، أتمنى لكم إن شاء الله دائما متابعة شيقة لكافة برامج تلفزيون السلطنة. نودعكم على الخير والمحبة، ونلتقي معكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة من برنامجكم قهوة الصباح على مدار ساعة كاملة من الساعة 10 للساعة 11. أتمنى يا رب أن كل حلقاتنا أنها تنال على رضاكم وإعجابكم. نشوفكم على خير، السلام عليكم.